بسم الله الرحمن الرحيم. تحية ثانية جميع الإخوان والأخوات. تمنيت يعني نشكر القياديين على تشريفهم لنا. تمنيت أن هذه المنصة كتكون شي أخت قيادية نسوية، يعني أغلبية من ذكورية. نتمنى حنايا المرأة هي كتكون كاتبة إقليمية إن شاء الله. بالنسبة يعني السؤال ديالي، يعني كل شاب تقريبا غادي يمثل الحس ديالي. حنا بطبيعة الحال المصلحة العامة هي اللي كتسد البلاد ديالنا، ومصلحة الوطن هي الأولى. الشيء اللي بغيت نقول له اللي بغيت كنشير ليه، أنا بعد شيء آخر ما الله أعلم تحدث على الحكومة الحالية. أنت كقيادي أو يعني عندك امتيازات خاصة على كتميز بها الباقي العامة، أنت كقيادي أنك كتقول أن أو كتعيب قيادي الحكومة أنا اختارت هذه الحكومة، اختارتها الشعب وبانتخابات نزيهة 100%. حنا كشباب قياديين أو منتمين للأحزاب، حنا بما عندنا هذه الفكرة واش غنخلوا للعامة؟ ما غنخلوا حتى شي حاجة، ربما عندهم 100 فرد. بالنسبة يعني السؤال يعني الموضوع اللي تناولوا الحزب السياسي، هذا الموضوع حنا كنسنا واش حنا اللي قدمنا بما كان كشاب أو شاب واش أنت قدمت لهذا الوطن؟ باش وفي حالة ما يعني تلقى أسئلة تلقى جواب مقنع للناس ديالك، هنا غادي تعرف لماذا الشباب ما يمشوش اتجاه هذه السياسة. ونظن السؤال الإخوة كلشي يعني خدامين الأحزاب ديالهم، ولكن هنا كاين طريقتين منهجيتين للعمل كتختار. حنا ما كنطمعو حتى فشي شي حس، ولكن بقاو خليونا مع الحكومة الباقية باقي المدة تاعها يعني عاد بدات، هي الخطأ اللي دارتو أنها ما كشفتش الأوراق السابقة لهذا الشباب. الشباب يعني طبيعة الشباب يعني حنا عندنا واحد الجرأة، عندنا واحد يعني كلشي مدوج. حنا الحكومة اللي ما دارتناش الأوراق هي اللي بقى عندنا المشكل. شكرا سعاد، شكرا.